انتهى مؤتمر أبل واللي كان منتظر، وكان الحديث في بداية المؤتمر عن خدمة بث الألعاب أبل أركيد، واللي صار لها تبويب خاص في الأبل ستور، واللي بتعرض لك ألعاب جديدة شهرية مع توصيات بألعاب معينة وفيديوهات توضيحية وحتى اختيارات من أبل نفسها. واستعرضت الشركة بعض الألعاب على الأيباد واللي بتتوفر حصرية على خدمة أبل أركيد. تتوفر الخدمة في 19 سبتمبر ب150 بلد حول العالم، ورسوم الاشتراك ب4.99 دولار شهريا، وأول شهر تجريبي بيكون مجاني. والشيء الثاني اللي تكلموا عنه هي خدمة أبل تي في بلس، واللي بيكون فيها بعض الأعمال الحصرية على هذه الخدمة. والحلو إنهم بوفروا اشتراك مجاني لمدة سنة لمشتركين أجهزة الشركة الجديدة، يعني إذا اشتريت آيفون أو آيباد أو أبل تي في بتاخد سنة مجانا. وصدمت أبل الجمهور بالسعر، وبيكون سعر الخدمة 4.99 دولار بالشهر مع إمكانية المشاركة العائلية، وتعتبر أرخص خدمة بث أفلام ومسلسلات إلى الآن، يعني منشوف منافسة شرسة مع ديزني ونتفليكس وهولو وغيرهم. وأعلنوا أبل عن جهاز آيباد جديد وهو الجيل السابع، وحجمه 10.2 إنش مع شاشة ريدنا، ويجي بمعالج A10 Fusion Chip، وهو أسرع مرتين من أفضل اللابتوبات بالسوق حاليا، وتقدر تشبك فيه كيبورد عشان الكتابة تصير أكثر راحة، ويدعم قلم أبل ونظام تشغيل آيباد OS، ويدعم كامل خصائص تعدد المهام، ويدعم هذا الآيباد توصيل الذواكر الفلاشية، وما حددت أبل إذا كان النوع USB Type-C أو Lightning، ويجي بكاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل مع اتصال جيل رابع سريع، وبطارية تجلس 10 ساعات، والجهاز مصنوع من الألمنيوم المعاد تصنيع. يبدأ الطلب المسبق اليوم بسعر 329 دولار، وللطلاب 299 دولار، وبيكون الشحن نهاية شهر سبتمبر. وكشفوا عن الأبل واتش الجيل الخامس بمميزات جديدة، ومنها أن البطارية أكبر وتجلس 18 ساعة، وبوصلة تتيح التعرف على الاتجاهات بشكل أسهل، وبيتوفر زر الاتصال بالطوارئ SOS، وبتتوفر الخدمة بعدد كبير من البلدان. وفي نوعين جديدة من الساعة، تيتانيوم وسيراميك، وسعر الساعة يبدأ 399 دولار، واللي بشريحة 499 دولار، ويبدأ الطلب المسبق اليوم وتتوفر يوم 20 سبتمبر. وجاء الوقت الحديث عن نجم المؤتمر الآيفون، وتم الإعلان رسميا عن آيفون 11، وبيكون بتشكيلة ألوان، حجم الشاشة 6.11 إنش من نوع ريتنا مع صوت محيطي، ويجي بكاميرا ثنائية الرئيسية بدقة 12 ميجا بكسل عريضة، والثانية بدقة 24 ميجا بكسل، وتدعم التقريب البصري حتى 2X. وتكلموا كثير عن قدرات التصوير وتعديل الألوان حسب الشيء اللي تصوره، ووضع البورتري صار يدعم الحيوانات كمان، وفي وضعية تصوير ليلي ممتاز حسب ما شفنا بالمؤتمر. أما عن تصوير الفيديو، الكاميرا تقدر تصور بجودة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية، وتدعم التصوير البطيء، وفي مزايا خاصة بالاستقرار ومنع الاهتزاز. والكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل مع حساس أعرض، وتقدر تسجل الفيديو كمان بدقة 4K وسرعة 60 إطار بالثانية، وتدعم التصوير البطيء، والمعالج بيكون A13 بايونيك، وقالوا إنه أسرع من جوالات المنافسين S10 وB30 Pro وبيكسل 3، وبطاريته أكثر بساعة من آيفون XR. وتم تطوير تقنية التعرف على الوجه Face ID عشان تصير أسرع. وكشفت أبل عن آيفون 11 Pro وبرو ماكس الأعلى بالمواصفات. الشاشة تيجي من نوع OLED، ويتوفر بلون أخضر جديد ولون فضي وذهبي وأسود، ويجي بمعالج A13 بايونيك قوي ومتكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي. وبطارية الآيفون برو أفضل ب4 ساعات بالمقارنة مع نسخة آيفون XS، والبرو ماكس أفضل ب5 ساعات من الآيفون ماكس الحالي. ويجي 3 كاميرات خلفية، كاميرا واسعة بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرا ألترا وايد بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرا للزوم مع قدرة تكبير بصري ل4 أضعاف. الكاميرا تشتغل بشكل احترافي ومتكامل بالتوافق مع المميزات العالية اللي فيها، سواء بالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو حسب كلام الشركة. ويجي الآيفون بميزة التحرير والتعديل المباشر على الفيديوهات مع دعم عدد كبير من التطبيقات، بالإضافة لأن ميزة أوديو زوم متوفرة في إعدادات الكاميرا، وبالإضافة للعديد من المميزات الثانية اللي وفرتها الشركة في هذه النسخة من مقاومة للماء وحماية أكبر من الكسر. ويبدأ الطلب المسبق يوم الجمعة 13 سبتمبر، وبيتم طرحه في الأسواق يوم 20 سبتمبر.